إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة في تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري، واستكمالاً لسلسلة ورش العمل التي تعقدها تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول، نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة ورشة عمل للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال. حي وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على أنها يعني بتقوم بدور مهم جدا في نشر الوعي فيما يتعلق بتخصصات عديدة. أنا النهاردة بتكلم عن الاقتصاد، في هذه المحاضرات اللي قمنا بيها بنبين قد إيه الاقتصاد بتاعنا يعني بيلعب دور مهم جدا. النهاردة عندنا الحقيقة كوادر من وزارة العدل للحديث عن الوعي وصناعة الإعلام وصناعة الأخبار، وإزاي نقرأ الخبر وإزاي إن أنا أقدر من غير تهوين ولا تهويل أتعامل معاه. تناولت ورشة العمل على مدار 5 أيام عدداً من الموضوعات الهامة ذات الصلة بحروب الجيل الرابع وآليات مواجهة الشائعات التي تستهدف هدم الدول من الداخل والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية. توجه بالشكر لوزارة الداخلية لكونها ليست فقط تعمل على أمن البلاد، وإنما أيضا عندها رسالة توعوية كبيرة من خلال مؤسساتها داخل هذه الوزارة العريقة للتخاطب والنقاش مع المجتمع. التقينا بقامات علمية وفرت لنا معلومات لم تكن متاحة إلينا وعملت لنا زيادة في الوعي. كان في بعض الأمور كنت مفتقدها، ما كانش عندي فكرة كاملة عنها، كونت فكرة كاملة عنها بناء على المحاضرات أو ورشة العمل والمناقشات. لازم يكون الواحد خارج من الدورة دي قادر إن هو الإفادة اللي هو خدها تعم على الناس اللي بيتعامل معاها. هذه الورشة وغيرها من ورش العمل التي تعقدها وزارة الداخلية في هذا الإطار تستهدف تنمية الوعي وتشكيل حائط صد مجتمعي ضد مخططات هدم الدول والتأكيد على الجهود المبذولة لبناء الدولة. وقد أشاد المشاركون بهذه الورش التي رفعت الوعي لديهم. طلعنا على كثير من النقاط اللي كانت ممكن تبقى غايبة عننا، زي كيفية تأثير الشائعات على المجتمع وعدم معرفة مصدرها. دورنا بقى بعد ما بنخلص الورشة دي، دورنا في العمل الإداري وفي الجهاز الإداري للدولة إن إحنا نقدر نوعي زملائنا في العمل ونوضح لهم الصور الحقيقية. بشكر وزارة الداخلية على هذه الدورة العظيمة اللي استفدنا منها كلنا، أنا وزمايلي في جميع الوزارة. تنظيم هذه الورش استمرارا للدور الرائد الذي تطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية لبناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات التشكيك والهدم ونشر الشائعات.